عنوان المتسلسل هو الوضع الراهن لدراسات القرآنية الترجمية إلى اللغة الإنجليزية. أولا كما تذكرون أنه بالأمس في آخر الجلسات وقفنا عند مسألة ضرورة التعاون بين مواهب الترجمة ومترجمي القرآن الكريم، وعقب على ذلك شيخنا محمد الدزاوي على أن هناك قسما ثالثا وهو من اجتمع فيهم التنظير لترجمة القرآن والممارسة في حد ذاتها، وهذا يعد مدخلا جيدا لهذه المداخلة. في الحقيقة أنا أصلا قصدت من هذا البحث أن أتحدث عن واقع الدراسات الترجمية القرآنية اليوم، Quranic Translation Studies، وكنت أقصد أن أتحدث عن طبيعة الأبحاث التي تتم في هذا المجال سواء على المستوى العربي الإسلامي أو على المستوى الغربي، لكنني وجدتني مضطرا للحديث أولا ما إن كان هناك شيء يمكن اعتباره كلمة يمكن اعتباره علما قائم الذات، ما إن كانت الدراسات الترجمية القرآنية أو الدراسات الترجمية المتعلقة بالقرآن الكريم أو الدراسات القرآنية المتعلقة بالترجمة، ما إن كان هناك ما إن كان بالإمكان اعتبارها علما قائم الذات. إذن وجدتني مضطرا قبل الحديث عن طبيعة الأعمال التي تتم دون هذا السياق الحديث ما إن كان هناك علم قائم بذاته. والفكرة التي أنوي الحديث عنها في هذه المداخلة أن هناك مكاسب عديدة أو يمكن تحقيق مكاسب عديدة إذا ما تم اعتبار الدراسات الترجمية المتعلقة بالقرآن الكريم أو ما يمكن تسميته بالدراسات الترجمية القرآنية علما مستقلا أو حقلا قائما بذاته. سأحاول أن أوضح أن هناك متطلبات وشروط يجب توفرها في حقل دراسي ما ليعتبر علما قائما، وهنا هذه الترجمة مقترحة لكلمة ديسيبلين، كلمة ديسيبلين هي كلمة جامعة محددة وليست هناك ترجمة، ليس هناك مصطلح خاص لنناقش هذا. اختصاص تخصص هو الفكرة أن الكثير من هذه الشروط أو المتطلبات أو على الأقل الكثير منها متوفرة في الدراسات الترجمية القرآنية، وكما قلت أن هناك مكتسبات كثيرة يمكن تحقيقها من هذا النهج. أولا لنبدأ بالدراسات القرآنية ونطرح السؤال نفسه، هل الدراسات القرآنية علم قائم
بذاته، وهي حقل معرفي قائم بذاته. بعجالة يمكن القول أنه بغض النظر عن الاختلافات داخل الدراسات القرآنية من مقاربات إسلامية تراثية ومقاربات غربية معاصرة أو حتى ما بين باحث وآخر، هناك موضوع يجمع بينها وتظل الغاية من الدراسة متشابهة إلى حد كبير. وكما أن الدراسات الإنجيلية والتوراتية تعد حقلا معرفيا قائما عند العديد من الباحثين، كذلك يمكن اعتبار الدراسات القرآنية حقلا قائما بذاته. وفعلا فقد تكون عبر تاريخ الحضارة العربية الإسلامية وكذلك من خلال الدراسات الاستشراقية كم معرفي هائل يتحدث عن هذا النص القرآني الكريم، وهذا يجيز الحديث عن حلم قائم الذات بالنسبة للعديد من الباحثين فيما يتعلق بالدراسات القرآنية. ماذا عن الدراسات الترجمية المتعلقة بالقرآن الكريم؟ أو كما قلت الدراسات القرآنية المرتبطة بالترجمة، أو ما يمكن تسميته بالدراسات القرآنية الترجمية. هل هي حقل معرفي قائم الذات؟ أم هي مجرد تداخل بين الدراسات الانترديسيبلين؟ مجرد تداخل حقل معرفي متداخل بين الدراسات الترجمية من جهة والدراسات القرآنية من ناحية أخرى. سيجزم العديد من الباحثين أن الدراسات القرآنية المتعلقة بالترجمة ما هي إلا موضوع بحث يوجد عند نقطة تداخل معرفي ما بين الدراسات القرآنية والدراسات الترجمة. لكنني في هذا البحث سأحاول أن أثبت أن الدراسات الترجمية القرآنية حقل معرفي قائم الذات، أو على الأقل ينبغي أن يكون كذلك، وأن هذه المقاربة الاعتبار الدراسات الترجمية القرآنية حقلا علميا قائم الذات من شأنه أن يثري الميدان، وهذا ما سينعكس إيجابا على الدراسات الترجمية من ناحية والدراسات القرآنية من ناحية أخرى. إذن ما هو الحقل المعرفي القائم الذات؟ هناك تعريفات للديسيبلين. أن الحقل المعرفي القائم الذات مثلا هو حقل أو مجال معرفي يدرس في كليات ومعاهد ويتناوله الباحثون بالتدريس و البحث، وتخصص له المجلات الأكاديمية، وقد تقام كذلك الجمعيات العلمية. فالتاريخ والكيمياء واللسانيات والرياضيات كلها حقول معرفية قائمة الذات. فيمكن اعتبار الدراسات القرآنية مجالا معرفيا متخصصا، وهل يمكن اعتبار الدراسات القرآنية الترجمية كذلك؟ وهي توجد في نقطة تقاطع ما بين الدراسات القرآنية والدراسات الترجمية، هل يمكن نعتبرها ب الحقل المعرفي الواحد؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، من الجدير بالملاحظة أن الدراسات القرآنية لطالما كانت في صدارة العلوم
الإسلامية منذ عهد الراشدين، ولو أن الدراسات القرآنية تطورت في الغرب في مرحلة متأخرة. إذا ما هي المعايير الممكن الأخذ بها في تحديد ما إن كان مجال دراسي ما جدير باعتباره حقلا معرفيا قائم الذات؟ لقد اقترحت العديد من المعايير لتحديد ما إن كان حقل معرفي وما علما قائم الذات. فمثلا بوكر تناولت مسألة ما إن كانت الدراسات النسائية حقلا معرفيا قائم الذات أم ما إن كانت مجال تقاطع وتداخل ما بين أكثر من علمين. ويجد المرء في أطروحة لآرتي العديد من المعايير، مناقشة للعديد من المعايير التي اقترحت لتحديد ما إن كان مجال للدراسة حقلا معرفيا قائم الذات. هناك كذلك دراسة لكوشنن اقترح فيها ستة معايير باعتبار مجال دراسي حقلا قائم الذات. وفيما يلي سنتناول هذه المعايير الستة وندرس ونبحث في مدى مطابقتها للدراسات القرآنية الترجمية. أولا، يقترح الباحث على أن المجال المعرفي القائم الذات يمتلك موضوعا للبحث كما هو الشأن بالنسبة للعلوم التي أشرنا إليها سابقا، بالرغم من أن مجال البحث قد يكون مشتركا بين العديد من العلوم. إذا الدراسات القرآنية تمتلك موضوعا للبحث، وهذا الموضوع هو القرآن. فهل هذا يبرر افتراض مجال معرفي متخصص قائم الذات؟ قد يقول البعض على أن القرآن نص، وأنه على هذا الأساس يمكن دراسته باستعمال أي من المقاربات والميكانيزمات والأدوات المتوفرة لدراسة نص ما. لكن القرآن كما أشار العديد إلى ذلك هو نص متميز ونص ذو طبيعة خاصة، فهو ليس بالنص الأدبي ولا هو بالنص الفلسفي أو الاجتماعي أو غير ذلك، إنه كل هذا في نص واحد. ثانيا، أن النص القرآني لا يندرج ضمن أي من الأصناف الأدبية المعروفة، فهو ليس بالشعر وليس بالنهر. ثالثا، أن المسلمين يعتبرون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. رابعا، أن القرآن قد كان مصدر كم معرفي هائل تركز
حول القرآن الكريم. وفي حقيقة أن العلوم الإسلامية كلها من بلاغة ونحو وتفسير وقراءات وتجويد قد تركزت حول تفسير معاني هذا النص الكريم. ولذلك فإن هذا الكم المعرفي الهائل وهذه الطبيعة الخاصة لهذا النص تبرر التصريح بأن الدراسات القرآنية هي علم قائم الذات. ماذا عن الدراسات القرآنية الترجمية؟ أليست، قد يقول البعض، أليست الدراسات الترجمية القرآنية مجرد نقطة تلاق بين الدراسات الترجمية من جهة والدراسات القرآنية من جهة أخرى؟ قد يقول البعض كذلك أنه كما يمكننا ترجمة نص ما وعلى اعتبار القرآن الكريم نص، فإنه يمكن ترجمته باعتبار باستعمال غير من الطرق والأدوات المستعملة في نصوص أخرى. لكن العديد منا برهن على أن القرآن الكريم هو نص مختلف عن النصوص الأخرى للاعتبارات التي أشرنا إليها سابقا. وأن الحديث عن دراسات ترجمية قرآنية من شأنه أن يثري الدراسات الترجمية من ناحية، ومن شأنه كذلك أن يثري الدراسات القرآنية. أنتقل إلى المعيار الثاني، أن الحقل المعرفي المتخصص القائم الذات يمتلك كماً معرفياً متراكماً يتضمن مجمل الأبحاث التي أقيمت أو التي تم إنجازها في ذلك الحقل المعرفي. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأرضية أو عن الأساس، عن الأساس الإبستيمولوجي لوجود حقل معرفي. وفعلا هناك كم معرفي يندرج ضمن الدراسات القرآنية الترجمية. ثالثا، العلوم والحقول المعرفية القائمة بالذات تمتلك نظريات ومفاهيم تنظم العمل ضمن الحقل المعرفي. وهذا بالضبط ما نصب إلى تحقيقه. ضرورة، نحن نتحدث جميعا عن ضرورة ملائمة الدراسات والمناهج والمفاهيم لترجمة سواء من نظريات الترجمة، ضرورة ملائمتها لترجمة القرآن الكريم. إذن فالاقتراح مجال معرفي متخصص بالدراسات الترجمية القرآنية من شأنه أن يثري النظريات الملائمة لهذا الحقل وأن يطور المفاهيم الضرورية. رابعا، الحقول المعرفية القائمة بالذات تمتلك مصطلحات خاصة
ولغات متخصصة تلائم مجالات البحث. وفعلا فيما يتعلق بالدراسات القرآنية الترجمية، يمكن للمعجم المقترح أن يتضمن مفاهيم منتقات من الدراسات الترجمية من ناحية، والدراسات القرآنية من ناحية أخرى. فعلى الحقل المعرفي مثلا، الحقل المعرفي المقترح أن يتضمن مفاهيم خاصة بالترجمة من مثل التوطين والتغريب والمكافئ إلى آخره، لكن عليه كذلك أن يتضمن مفاهيم مستمدة من الدراسات القرآنية من مثل القراءات والتفسير وأسباب النزول إلى آخره. النقطة الخامسة والشرط الخامس أنه الحقل المعرفي المتخصص يطور مناهج بحث خاصة، وهذا كما قلت هو الذي نسعى إلى تطويره. والشرط السادس أو المطلب السادس هو أن الحقول المعرفية الخاصة تدرس في معاهد، وربما هذا هو الشرط الغير المتوفر بالنسبة للدراسات القرآنية. فبالرغم من وجود جمعيات أو مراكز أبحاث تعنى بالدراسات الترجمية القرآنية، لا نجد هذا الحقل يدرس بأي جامعة أو معهد من المعاهد. إذن على اعتبار أن الوقت انتهى، أقول مجددا أن هناك مزايا عديدة يمكن تحقيقها إذا ما اعتبرنا الدراسات القرآنية الترجمية حقلا قائما ذات شأنه. في ذلك شأن الدراسات الترجمية من ناحية، وشأن الدراسات القرآنية من ناحية أخرى، أو أي حقل دراسي آخر، وأن الأصل أو المسار الطبيعي هو أن يتطور الحقل الدراسي إلى علم متخصص كما هو شأن الترجمة بحد ذاتها، اعتبرت أصلاً فرعاً من اللسانيات، كما هو شأن علم المصطلح اعتبر في البداية فرعاً من اللسانيات إلى آخره. شكراً.